السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ثاني حلقات دورة تعلم كيف تتعلم. اليوم سوف نتعرف على ما هو التعليم. التعليم تعريفا هو عملية تلقي المعرفة والقيم والمهارات من خلال الدراسة أو الخبرات أو التعليم، مما يؤدي إلى تغيير دائم في السلوك، تغيير قابل للقياس وانتقائي، بحيث يعيد توجيه الفرد الإنساني ويعيد تشكيل بنية تفكيره العقلية. كما أسلفنا أن التعليم أخي هو معرفة وقيم ومهارات، تمام، تكون من خلال إما أن تدرسها أو أن تأتيك عبر خبرات، وسوف نوضح هذا في بقية الفيديو، أو من خلال التعليم كما قام جميعنا ودخلنا المدرسة ونتعلم في جميع المراحل التعليمية. هذا التعليم إلى ماذا يؤدي؟ إلى تغيير قابل في السلوك، تغيير دائم في السلوك، تغيير قابل للقياس. يمكن أن نقيس كيف أنك تغير سلوكك، تغير تعاملك مع المجتمع والأفراد في بيئتك. وهذا التعليم بالطبيعة أخي العزيز يقوم بتوجيه فكرك كفرد إنساني ويعيد تشكيل بنية تفكيرك العقلية. إذن نحن في بداية الأمر تعلمنا ما هو التعليم. التعليم أن تتلقى معرفة وقيم ومهارات. ثم إن لأي شيء في الحياة شروط، وكذلك التعليم. من أهم شروط التعليم توافر الفرد أو الإنسان إنسانا أو حيوانا أمام موقف جديد وعقبة تتعرض إرضاء حاجاته، أي توجد مشكلة يجب حلها. حينما تتعرض لمشكلة سواء كنت إنسانا أو حيوانا، عملية التعليم غير قاصرة فقط على الأفراد وإنما أيضا على الحيوانات، فجميعنا سواء كنا حيوانات أو سواء كنا بشرا أو حيوانات نتعلم كيف نمشي، نتعلم كيف نأكل، وهذه أيضا من عملية التعليم. عملية التعليم لا تتحدث عن العلوم التقنية أو العلوم الإلكترونية أو العلوم الطبية أو العلوم النفسية والاجتماعية، لا، تتحدث أيضا عن العلوم اليومية والحياتية. هذا في الأول في البداية. من أهم أيضا الأشياء التي يجب أن تتوفر لدى الفرد وجود دافع. لماذا تتعلم؟ ما الهدف من التعليم؟ أنت ماذا تريد أن تصل بهذا التعليم، وماذا تريد أن تكتسب من هذا التعليم؟ أيضا بلوغ الفرد. ثالثا بلوغ الفرد مستوى من قدرة على الاستيعاب والنضج والفهم. لا يمكن أن أتي بحجر أو صخر وأجلس طوال اليوم معه لأعلمه مثلا فن القراءة، فهو ليس لديه قدرة على استيعاب تلك المعلومة وتحليلها والاستفادة منها. رابعا، وهذه من أهم شروط العلم أخي المستمع، العلم بالعمل والاستفادة منه. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعلم دون أن تعمل، فهذا منافي لجميع شروط التعلم. ننتقل بعدها إلى العوامل المؤثرة على التعليم. أهم العوامل المؤثرة على التعليم هي عملية التهيؤ. التهيؤ العقلي والنفسي كتب هنا بالإنجليزية motivation. motivation معناها دافع أو أسباب. ومن أهم ما يهيئك عقليا ونفسيا وبدنيا أن تتعلم. لما أنت تتعلم؟ لما؟ ما الذي سوف يعود عليه؟ ما هي المكاسب؟ وما هي المؤثرات؟ وما هي الأشياء التي سوف أجديها من هذا التعلم؟ ثانيا، التنظيم. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعلم مثلا فن القراءة يوما، ثم فن الرقص يوما، ثم مثلا فن الموسيقى يوما، ثم يجب أن تمشي بدربات بخطوات ثابتة على درب معين. من أهم القواعد ومن أهم العوامل المؤثرة في التعليم هي المعلم. المعلم من أهم الأشياء. ثالثا أو رابعا عذرا، المدرسة. المدرسة هي مكان نجتمع فيه نحن كطلاب، طلبنا غالبا نفس العلم باختلاف مستوياتنا، أشكال مختلفة من العلوم، ولكن حينما نجتمع في فصل واحد فإننا نتكلم غالبا عن نفس العلم. خامسا، نتكلم عن البيئة.
فلا بد أن يحيط الإنسان نفسه بأصحاب متعلمين ويحبون العلم ويريدون أن يستزيدون، بأهل يحبون العلم، أن يحيط نفسه بكتب وبسير بعض العظماء والمتعلمين حتى يتعلم كيف تعلموا وكيف ساروا في درب تعليمهم. بعد ذلك نتحدث عن هنا كما نرى صورة للأسرة والأبناء، وكيف أن الأسرة من أهم الجوانب، وهذه مما يعتبر من البيئة المحيطة بنا. من المهم جدا جدا مزج المدرسة والبيت في عملية التعلم، خصوصا في المراحل الابتدائية للأطفال. طيب، ثم بعد ذلك نتكلم عن ركائز العلم. ما هي الركائز الأساسية لعملية التعلم؟ أولا، وجود دافع. لكل إنسان دافع وهدف يعيش من أجله، فطالب العلم يكون هدفه الحصول على الشهادات، وهذا دافعه يدفعه لزيادة حصيلته من العلم، وأيضا ليحقق العلم لديه يجب أن يكون لديه رغبة. كيف يكون لديك رغبة؟ يجب أن تكون لديك بداخلك شيء، أنك تريد أن تتعلم، شغف، كناري ملتهبة، تريد أن تستزيد من هذا العلم، تريد أن تتعلم هذا العلم، تريد أن تعرف ما هي المجالات المتاحة لهذا العلم، أن توسع أفاقك بهذا العلم، أن تتعلم حقا كيف تصبح إنسانا أفضل. ثانيا، استخدام مكافأة. وكما ترون هنا وضعت الكأس. من طبيعة الإنسان أنه يحب أن يلاقي التشجيع والمكافأة، فكلما وجد الإنسان التشجيع كلما زاد حبه للعلم وزادت رغبته في الحصول على العلم. مهم جدا 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 وضع مكافأة، ولو كانت تلك المكافأة مثلا إذا كنت في الألعاب الأولمبية مثلا وتعلمت كيف السباحة ثم أصبحت سباحا ثم دخلت الأولمبيات، سوف تتعلم بطريقة جيدة. ولكن ليس من الشرط أن يكون الكأس أو الميدالية الذهبية هي المكافأة. يمكنك أن تضع لذاتك مكافأة في مثلا أن تتنزه بعد أن تنهي شوطا معينا في هذه المادة أو غير ذلك. ثالثا، التدريب. التدريب عملية مهمة جدا جدا جدا، يجب أن تتدرب. التدريب هو عملية مهمة في التعلم، فكلما كثف الطالب التدريب كلما قلت نسبة أخطائه، وكلما قلت نسبة خطأه زادت نسبة التعلم لديه. والتعليم والتدريب عذرا أخي المستمع، ما هو إلا مزج لما تتعلمه من معلومات نظرية في بطريقة عملية. يجب أن تتدرب، فلا يمكن للجراح أن يكون جراحا دون أن يمسك مشرطا ويجرب كيف يفتح الجرح وكيف يخيطه وهكذا. ولا يمكن للمعلم أن يكون معلما دون أن يدخل الفصل ويشرح للتلاميذ ويطلب منهم أداء بعض الوظائف المدرسية والمنزلية. لا يمكن أن يكون المحاسب محاسبا إن لم يأتي بكشف الحسابات التي هي المعلومات النظرية، ثم يقوم بجمعها وطرحها والتأكد من العمليات الحسابية التي بها. هكذا هو التدريب. بعد ذلك ننطلق يعني رابعا، التقسيم. مهم جدا جدا عملية التقسيم والتجزئة تلعب دورا مهما في عملية التعلم، فكلما قسم الطالب الموضوع والوقت كلما سهل عليه التعلم. فلا يجوز أن تقول أني سوف أقرأ هذا الكتاب بل يجب أن تقول سوف أقرأ هذا الكتاب في 30 يوما، كل يوم 10 صفحات أو 5 صفحات. وبالتالي تصبح عملية التقسيم في مثلا مدتها مثلا أو في وقت مدته 10 ساعات على مدار الشهر، أي نصف ساعة كل شهر كل يوم. المشاركة، يجب أن تتشارك. أيضا المشاركة دور مهم في عملية التعلم، فمن الضروري مشاركة الطالب، سواء في مشاركة الطالب مشاركة فعالة، فالمشاركة تجعل الطالب يفكر وليتعلم ويبدأ يمزج المعلومات. رابعا، النصح والإرشاد. وقد وضعت هنا صورة توضح هذا. إرشاد المعلم للمتعلم أمر مهم، فعندما يقوم المعلم بإرشاد الطالب يجب يجعل الطالب يعرف الطريق الصحيح للعلم. أخي العزيز، أنت لست أول من تتعلم هذا العلم. فمثلا إذا كنت تتعلم علم الطب، أنت لست أول طبيب على وجه الكوكب الأرضي، بل سبقك آلاف البشر. فيجب أن تتعلم من طبيب أكبر منك بعض العلوم، فتبدأ وتأخذها رويدا رويدا، ويبدأ يعلمك من أين يؤكل الكتف. رابعا، البيئة. تهيئة البيئة الصحية والمناسبة للطالب، حيث تساعد ذلك على سرعة الاستيعاب وتزيد من قدرته التحصيلية وقدرته على التفاعل والإدارة. أخيرا، سوف نتكلم عن نظريات التعلم بطريقة
سريعة. يمكن تقسيم نظريات التعلم بشكل عام إلى قسمين: نظرية ترابطية، وهي ترى أن التعليم تتلخص في تقوية الروابط بين المثيرات والاستجابات. التعلم الشرطي، ربما تذكر أخي الكريم تجربة الكلب التي أخذناها في أحد فصول العلوم في السنوات الأولية في دراستنا. فقد كان هذا العالم ربط لدى الكلب أن الطعام سوف يأتي عندما يدق الجرس، فأصبح الكلب عندما يدق الجرس يلهث ويسيل لعابه دون أن يرى الطعام. هذا هو التعليم الشرطي. والتعليم الشرطي الوسائلي، أن ترى وسيلة تدلك على مثلا ضوء أخضر أو غير ذلك. التعلم بالمحاولة والخطأ، وكلنا تعلمنا بها المشي في بداية حياتنا، كنا نحاول نقع ثم نقوم من جديد، ثم نقع ونخطئ ونقوم من جديد. أوكي. ثم نظرية ترى أن التعلم عملية فهم وتبصير واستبصار قبل كل شيء، وهو التعلم بالتقليد. مثلا عندما ترى من يصنع الكيك في التلفزيون، تقوم وتصنع أنت الكيك في مثل التلفاز، بنفس المكونات بنفس كل شيء. أنه نضج ودافعية وممارسة أهم شروط التعلم، ويوجد بعض الشروط الأخرى مثل تتابعات المواد التعليمية والدلالة المخصصة. في النهاية أخي الكريم، يمكنك أن تتعلم، وليس للعلم طريقة محددة أو شكل معين، إلا أننا نساعدك كيف تتعلم. وفي النهاية فإن العلم يضيء كل طريق، وليس لنا لا يمكن أن نصل ونرتقي بغير علم وتعلم. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.